ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معي بنص البال بكلاشنكوف. يو مرحبا، معكم علاء الدين، برنامج رأي مش مهم، حلقة جديدة. اليوم بدنا نحكي على ناس كتير اقترحوا لي اياهم، وكتير ناس حكوا لي لازم تحكي عن هاي الاغنية. الاغنية قاعدة كل يوم بيحكوا لي بتزيد مليون ومليونين. الاغنية اسمها فكك لدبل زوكش وعنبة. عنبة بعرف وسمعت له اغنية، كانت ما صارت شوية مشاكل بين اسكندرية والقاهرة ونزلت اغنية، وهاي الاغنية الوحيدة اللي كنت بعرف له اياها. وخلينا نسمع هاي الاغنية ونعطي رأينا. اهم اشي تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت على الفيديو، واعملوا على حساب الانستغرام فولو لاني كتير بقترح شغلات وبحب الناس تعطيني رأيها. وخلينا نحضر الفيديو. كبر كايرو. اوكي هسيب لكم حباب مزاجي فكك مش عايز باقي يزقك احنا في ملاجي حلو. اسمع، انا لحد هسه بعرفش مين هدول، بس كبدايه سفاحين، كبدايه لسه انا بدي احكي. الستات خليك متأكدة انا كده هتحبيني على كده علاقاتي متعددة. الاشي اللي بحبه بالتصوير في مصر انهم بتعبوا على الاشي، وبيكون في برودكشن كامل، بيكون في ناس عن جد عندها اشي تقدمه، وبيكون في فكرة من كل فيديو من ناحية شغل الاضاءة، من ناحية التصوير، يعني الاشي متكامل. هذا احلى اشي لما يكون في برودكشن عن جد بيشتغل وبتعب. انا بقدر هذا الاشي كتير عن جد. مش فاضيلك وعيد تحدي على كده افهمي الموضوع في ميك بطيء بطيء انا مش بطيء يا ريت ما تنكديش اخرج يومين تلاتة بيك كتير وطير اطير بطير 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 بص ليه شفت اللقطة دي هذا كتير حل عني ماليش علاقة بيه كتير طريقته بالغنى حلو عن جد. يانج زوكش صحابه مظبيط فما بعتمدش الفارة فيه مش بمشي الدنيا باللسان انا مش بوجع الدماغ سالم نرفع السلاح يا مش شغلني من اللي قال وقال العبيط يقول كلام والرجال عالثبات يا مجنون ودماغي طاقه هربانه مني يا برو. يا جماعه هذا البني ادم صوته كتير حلو، اقسم بالله صوته كتير حلو. يا مجنون ودماغي طاقه هربانه مني يا برو انا بكسب اي عركه اجباري هتموت من الخوف صدقوني اسمعوها ورح يعلق صوته هون. هاي الاصوات من اللي كتير بتعلق براس الانسان بصراحة، يعني صدقوني هاي الاغنية سمعتها هسه ورح اسمعها كمان مليون مرة. كمان يعني كتير في مشاكل انك تقابل العصابة مش هتفلت من الاصابة العصابة حاضر يا حبيبي وانا هذا السين متجمع. الفيديو كتير حلو صراحة، لا بلا الاغنية جو الاغنية في الكشات اجيب ارش قوله فات مش بفكر في اللي فات كله في الكليتش وانا في التمام انا بظبط اي بيش زفش جاي. إذا لاحظتوا بكل الفيديو أو بكل الأغنية وأنا بهز راسي، اسمعوا الأغنية كتير حلوة عن جد. هذا الفلو تبعه كتير رهيب. وضعك استثنائي مش عايزك تشك في ولائي بس مش حابب الزن المسائي عايزك تبقى فاهمه بالاشاره ان يانج زوكش جامد عاشق الاثاره مكسب اي شله مش مستقبل الخساره يلا انا فوق وارميكم من الطياره صدقني يوصل عيشه في المريخ صعب تلاقي فيها هلا فيه على المريخ ما فيش الا جامدين مش فاكرك يلا قول لي انت مين انا اسد انا عوم ادي جامد يا جماعه انت ضر
اسمعوا حرب. الأغنية عبارة عن جد عن حرب. بعرفش إذا هم بنكشوا حدا أو بقصدوا حدا، عن جد بعرفش، بس في كتير برات يعني بتوضح إنه هذا الكلام لناس معينة. فياريت تكتبوا لي إذا أنتوا بتعرفوا لمين. ادي جامد جيت حضر. لا وعن جد من أحلى الأغاني المهرجان اللي بسمعها. بتستاهل 22 مليون والله، بتستاهل 100 مليون. وهي خلصت الأغنية. بصراحة الأغنية كتير حلوة، بتستاهل أكتر من 22 مليون، بتستاهل 100 مليون كمان. عن جد من الأغاني اللي بتخليك مستمتع يعني، بدك تعيد الأغنية. وصدقني رح أسمعها كتير. ويعطيكم العافية عن جد. دبل زوكش وعنبة، إن شاء الله بنشوفكم بأغاني تانية. وإذا بتعرفونهم أغاني حلوة زي هيك اكتبوا لي في الكومنتات. بديش أطول بالحلقة، نشوفكم بحلقة جديدة من برنامج رأي مش مهم. تنسوش تعملوا سبسكرايب، وعن جد بتشكركم جميعا. ونشوفكم بحلقة جديدة، رح ينزل حلقات الفترة هاي كتير. ونشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.